بشر من وزارة الصحة، ثم نواصل بقية فقرات برنامجنا. هناك أشخاص يصابوا مرة ثانية بالمرض هذا، ونحن قاعدين نتابع المنشورات اللي واللي هما كلهم ما تديرش معانا شكون عمره 19 16 17 و10 سنين قداش جابت اربع حالات هنا. بالنسبه للاشخاص هذو الكل فما ثلاثه اللي هما ال10 16 و17 عندهم امراض معناتها مزمنة يتبعوا عليها في المستشفيات ومعناتها واحنا نحبوا نترحم عليهم زي الكل. كما قلنا احنا الفيروس هذايا يجب يخص الاشخاص اللي هما اكثر عرضه للحالات الخطيره. شكون اللي عندهم امراض مزمنه كما قلنا اللي هما كبار في العمر، وحتى اللي عندهم امراض مزمنه كيف ده شخص هو معناتها جينيتيكمون زاد عنده بريسبيسيون جينيتيك يجب يتعرض للحالات الخطيره. احنا قاعدين نتبعوا كذلك في الدراسات حول تقييم المخاطر بالنسبه للوفيات، وهناك عدد معطيات اللي تويكا هو معناتها واضح واللي قيناه في عده ابحاث علميه وحتى في تونس انه اغلبيه حالات الوفيات هي نشاهدوها عند الاشخاص اللي هما كبار في السن والا عندهم امراض مزمنه والا ثم اشخاص زاده اللي هما ما يدخلوش في الفئتين هذو، ثم شكون عندهم بريديسبوزيسيون جينيتيك وقاعدين ندرسوا فيهم. هذاك علاش بالنسبه لينا الفيروس هذايا هو فيروس خطير. عدد الوفيات اللي تم تسجيلها فما ان اكسي دو مورتاليتي العباد الكل الى ايتي دوكيمونتي خاصه في البلدان اللي عاقت الموجه الاولى، وفما عدد ابحاث نشرت على الاكسي دو مورتاليتي لي للكوفيد. هذايا سي تان في هذا الفيروس هو فيروس خطير. هذاك علاش يلزمنا باش نحدوا من الحالات الخطره ونحدوا من الوفيات نتخذوا الاجراءات الوقائيه ونطبقوا جميع الاجراءات التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها في وسيتم الاعلان عنها في الايام المقبله. يعطيك صح، هذا سؤال مهم برشا. أنا نحب نوريكم لو كون خاص. احنا توا أغلبية الحالات المسجلة هي تم تسجيلها في الفئات العمرية بين 35 و 55 سنة. كان ناخذوا معناتها وتم نشرها في على موقع وزارة الصحة فيهم الأكثر. فما أكثر أن لاحظنا معناتها النساء أكثر شوية من الرجال. بالنسبة للحالات الوفيات عندنا الإيفوليسيون تمشي وتزيد من الفئات العمرية 35 وإحنا ماشيين لو ريسك دو ديسي يمشي ويزيد. هذاك علاش قلنا راهو أكثر الوفيات مرتبطة بالشرائح العمرية الكبيرة. بالنسبة للحالات اللي تم تسجيلها عندنا حالات تم تسجيلها من بين اللي عمارهم أقل من 20 سنة، وعندنا كذلك حالات تم تسجيلها من بين اللي هما فوق 65 سنة. الفئتين هذم ما عندناش فيهم العدد نتاعهم أقل من الفئات الأخرى اللي هما يمثلوا الأغلبية الكبيرة نتاع الحالات اللي تم تسجيلها، وهذا مرتبط بأنها أكثر فئة اللي هي تتحرك وتخرج ويحضروا في الحفلات والسهرات والتجمعات والأسواق والكل. وذاك علاش ديما نقولوا راهو العدوى تصير خاصة في أماكن التجمهر فين فما برشا عباد يبداو مع بعضهم وما يلتزموش بالإجراءات الوقائية. هذه الفئة لا بوبولاسيون أكتيف اللي هي تخرج وتدور والكل هي أكثر وحدة معرضة للحالات. وكيف نشوفوا أناهم أكثر وحود اللي هما سجلنا عندهم الوفيات نلقاو اللي خاصة فوق 65 سنة. لكن هذا ما يمنعش راهم حتى الأخرين
اذا كان احنا وتودو بين تخسيون تاع الفيروس هذا، اذا كان شكون عنده امراض مزمنه هو صغير، والا شكون عنده اون بريديسبوزيسيون جينيتيك يجم زاده نشوفوا عنده حاله خطيره. هذاك علاش نرجعوا ناكدوا على ضروره الاحترام الاجراءات الوقائيه من العباد الكل، كلنا معنيين بتطبيق الاجراءات الوقائيه. احنا حتى اذا كان ما نعملوش حالات خطره خطرنا في فئه عمريه صغيره، لكن نجم احنا ننقلوا الفيروس هذايا لعائلاتنا، نجم ننقلوه لعباد عندهم امراض مزمنه، لعباد كبار. هذاك علاش بكلنا مع بعضنا يلزمنا نتحدوا ضد الفيروس هذايا. احنا في الانفستيغاسيون الاولى تعرفوا فما ان رابور ديتايي زاد يلزموا باش يجي. في الانفستيغاسيون الاولى ما عندناش معطيات حول وجود امراض مزمنه سابقه. رجعنا.